السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انا في بدايه كل فيديو لازم عليا ان انا اشكر كل واحد فيكم وقف جنبي وساعدني وشجعني وكتب لي كلمه حلوه في تعليق او عمل لايك على فيديو. انا بجد ممتن لكل واحد فيكم وبشكر كل واحد فيكم دايما، طول عمركم بتفاجئوني بكلامكم الجميل اللي بيجي لي كل يوم في التعليقات. ويا رب دايما نتجمع في الخير، ويا رب دايما تفضلوا في ظهري، ويا رب دايما تفضلوا تشجعوني وتدعموني. يا جماعه، ان الجزائر بلد عظيمه جدا وبلد رائعه جدا وبلد جميله جدا، ومهما نقعد نتكلم عنها انا او غيري مش هنوفيها حقها ولا هكفينا كلام، لان الجزائر بلد تاريخ، بلد اصاله، بلد عراقه، بلد لها تاريخ ممتد لالاف السنين. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أشرف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية بالعاصمة على إرسال فريق من الحماية إلى الجمهورية التركية للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة. ويتكون فريق الحماية المدنية من 89 عونا للحماية المدنية والأطباء، بالإضافة إلى الفريق السنو تقني، حيث ينتظر أنه يصل مساء اليوم إلى تركيا الشقيقة للمشاركة في عمليات الإنقاذ. بإعاز من سيد رئيس الجمهورية وبإشراف من سيد الوزير الأول، أبيا إلا أن أأتي هنا لأودع هؤلاء الأعوان الذين برهنوا أكثر من مرة على استعدادهم، على إمكانياتهم، الذين تحت إشراف السيد المدير العام للحماية المدنية، هذا السلك يعني المحترم الذي يعني يجبر الاحترام، في ظرف وجيز جدا هنا سويعات قليلة، أعرفوا كيفاه يعني يوجدوا روحهم، كيفاه بالعدة والعتاد، وكيفاه باش يمشيوا يعاونوا إخوانهم في تركيا وفي سوريا. اليوم الفريق الأول المتكون من 89 فرد وبالعتاد تاعو صينو تقنية، كلهم إن شاء الله يمشيوا، وغدوة ربما يكون ثاني كذلك فريق واحد آخر يتوجه إلى سوريا. وهذا ليس بالغريب بالنسبة للجزائر، والسيد رئيس الجمهورية يتابع العملية هذه بكل يعني بصفة. وللمزيد من التفاصيل نربط الاتصال بعبد الجبار بن يحيى من المطار العسكري ببوفريك. عبد الجبار، فريق قوامه 89 عنصرا من الحماية المدنية يتوجهون إلى جمهورية تركيا لتقديم جهود الإغاثة، هل لك أن تضعنا في صورة هذه العملية التضامنية؟ نعم، أنا الآن متواجد في مطار بوفارك العسكري بولاية البوليدة لننقل لكم تفاصيل عملية إرسال الفرق البشرية والأمور اللوجستيكية لبدء عمليات الإنقاذ والإغاثة الدوليين في جنوب تركيا. الجنوب التركي الذي شهد فجر اليوم زلزالا عنيفا قدر بحوالي 7.4 درجات على سلم ريشتر، وخلف الكثير والآلاف من الضحايا والمصابين. وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم تسخير كل الأمور اللوجستيكية والبشرية لإرسال فريق مكون من نخبة الحماية المدنية الجزائرية الذين لديهم كل الخبرة وفي مجال الإغاثة والإنقاذ في الطوارئ والكوارث الدولية. أيضا هناك معدات مخصصة في عمليات إنقاذ الضحايا العالقين هناك في جنوب بتركيا، الزلزال أيضا الذي ضرب جزءا كبيرا من سوريا. للحديث عن تفاصيل هذه العملية التي تتم الآن من مطار بوفريك العسكري بولاية البليدة، يحضر معنا السيد فاروق عاشور العقيد المكلف والمتحدث باسم الحماية المدنية. سيدي، حدثنا عن تفاصيل هذه العملية، عملية توجه فرق الإنقاذ إلى تركيا للمساهمة وللسباقة في عملية إنقاذ الضحايا هناك. مباشرة بعد أمر السيد رئيس الجمهورية متعلق بإرسال فريق من الحماية المدنية للتدخل على مستوى الولايات يعني البلدان المتضررة وهي تركيا وسوريا، قامت المديرية للحماية المدنية في إطار نشاطها أولا في التسجيل في المنصة الرقمية التابعة للأمم المتحدة، حيث كانت سباقة من بين 4 دول الأولين سجلوا قاموا بالتسجيل وأيضا تحضير للانطلاق، حيث نتجاوز حاليا في مرحلة يعني الانطلاق، حيث سيتم شحن العتاد الضروري على مثل طائرة الجيش الوطني الشعبي الذي يتكل القوة الجوية التي تتكفل بنقلنا إلى نقل الفرقة إلى تركيا.
هذه الفرقة المتخصصة في الإنقاذ ذات المعايير العالمية في مجال التدخلات في إدارة وتسيير الكوارث الكبرى، متكونة من 86 عضو، فيها أيضا فرقة الكلاب المدربة وكل عتاد الإلكتروني الضروري لتحديد مكان الضحايا، وأيضا فيها من مكوناتها أيضا طاقم طبي متخصص في طب الكوارث، فيها أيضا فرقة لوجستية، حيث هذه الفرقة تتميز خاصة بالمقاييس التي تعمل لها، خاصة تلك المتعلقة بالاستقلالية الذاتية التامة حتى نتمكن بتقديم يعني الإسعافات الضرورية وأيضا التدخل للبلد الشقيق وهي تركيا. طيب، وفق العلاقات الجزائرية التركية وفق عمليات الإنقاذ التي ستباشرها الفرق المختصة للحماية المدنية الجزائرية، هل تم تحديد أو تنسيق مسبقا عن الأماكن التي سوف يتم مباشرة إنقاذ الضحايا العالقين هناك في تركيا؟ أكيد، لأن فيه في إطار يعني التضامن الدولي، فيه منصة رقمية تابعة للأمم المتحدة التي يدخل من خلالها تعطى لنا كل الوسائل وخاصة الأماكن المتضررة وكيفية التواصل مع السلطات المحلية. أيضا فيه أيضا سفارتنا في تركيا التي أيضا تزودنا بكل المعلومات الضرورية حتى نتمكن بتدخل سريعا في أقصر ظروف ممكنة لتقديم يد المساعدة للمتضررين وفقا لتعليمات السيدة رئيس الجمهورية. شكرا جزيلا. إذن كما تشاهدون خلفي يتم الآن شحن الوسائل اللوجستيكية التي سوف تستعمل في عمليات الإنقاذ والإغاثة في جنوب تركيا التي تشهد اليوم منذ فجر اليوم زلزالا عنيفا قدر بحوالي 7.4 درجات على سلم ريشتر، وهو زلزال عنيف. نعم، وفق ما أحصته دائرة الطوارئ والإغاثة هناك في تركيا. شكرا عبد الجبار بن يحيى، شكرا على كل هذه التفاصيل. كنت معنا من مطار بوفريك العسكري. وبعد ما شفت الفيديو الجميل ده انا بجد مش لاقي كلام اقوله اوصف بيه الشعب الجزائري الطيب، ومش لاقي كلام اقوله اوصف بلد عظيمه زي بلد الجزائر. انا في نهايه الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.